ندخل على المشهد الاقتصادي مع زميلة رنا عبود. مساء الخير رنا. مساء النور سمر. تفضلي، شو عنا اقتصاد اليوم؟ بدنا نحكي اكثر عن الخسائر طبعا بعد بدء طوفان الاقصى، ولكن اليوم الحلو انه حنحكي عن الخسائر من الجانب الاسرائيلي، يعني خسائرهم كبيره وان شاء الله اكيد بتصير اكثر. الله يديم نعم. قدر بنك هابو عليم الإسرائيلي الخسائر الأولية التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي منذ بدء هجمات طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بنحو 27 مليار شيكل، أي 6 مليارات و800 مليون دولار، وفق ما نقلت صحيفة The Times of Israel. وهذه التقديرات لا تشمل كلفة خسارة قطاع الطيران وتوقف الأعمال التجارية والمصانع وفقدان الشركات العالمية الثقة في العمل داخل إسرائيل وهروب الاستثمارات، وهي أكلاف من الصعب حسابها بعد عملية طوفان الأقصى التي هزت إسرائيل داخليا. فعلى المدى القصير الأسئلة التي ستؤثر على طبيعة الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي هي: إلى متى سيتم شل جهاز التعليم؟ ما هي درجة الإضرار بالقطاعات المرتبطة بالتجمع أو الاستهلاك الشخصي؟ وما هي تكلفة أيام الاحتياط؟ هناك خسائر كبيرة بالبورصة تخطت 8%، هناك خسائر وانخفاض كبير بقيمة الشيكل، واضطروا المصرف المركزي عند العدو الإسرائيلي أنه يتدخل من يومين ب 30 مليار دولار، وعاد تدخل ب 5 مليار دولار لإيقاف انهيار الشيكل. هناك سوق سوداء كبير عم بتكون في مشكلة عندنا، عم بيكون بتخزين المواد الغذائية، خاصة هناك كلام عن فتح المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية. بنفس الوقت هناك شلل كامل للمؤسسات السياحية، توقف التعليم بشكل كامل على كل أراضي فلسطين المحتلة، المؤسسات الاستهلاكية عم بتعاني، هناك توجه للطبع وهذا حيشكل تضخم أكبر. بنفس الوقت تقدير الخسائر الأولي عم بيكون أنه الكلفة بغلاف غزة تتخطى المليار دولار، في كلفة مرتفعة على كلفة الحرب بشكل أنه يوميا كلفة الحرب عم توصل بين 500 إلى 750 مليون دولار، وهناك كلام عن الاستعدادات الكبيرة اللي بتخلي الكلفة تتخطى المليار دولار يوميا. أخذت وزارة المالية الإسرائيلية الكثير من الوقت لفهم مغزى الأحداث، ففي نقاش داخلي قال موظفو الوزارة الكبار إن الحدث لا يبدو مهما من ناحية اقتصادية وليس له تأثيرات بعيدة المدى، وإن نفقات التمويل ستكون من ميزانية الدفاع الحالية. أما الآن فتعرف وزارة المالية أن أمالها الأولية كانت خاطئة، وباتت تدرك أنه حدث مختلف كليا، وأن الضربة ستقتضي إعادة تنظيم لميزانية الدولة لا سيما لسنة 2024. فالمجالات الأساسية المتوقع أن تتضرر هي قطاعات السياحة والمناسبات والمطاعم والثقافة والاستجمام. والمؤشر الأساسي الذي ستستخدمه وزارة المالية لفحص الضرر هو حجم خفض ساعات العمل للعاملين في الاقتصاد، وفي أي اقتصاد سيكون الضرر أكبر. مثلا فرع الهايتك ذي الإنتاجية الأعلى في إسرائيل يتوقع أن يواصل عمله بإنتاجية مرتفعة حتى في مثل هذه الأزمة، وذلك بسبب العمل عن بعد. في المقابل هناك مجالات أخرى قد تتضرر بشكل أكبر. وتفحص وزارة المالية إمكانية أن تتضرر أعمال الموانئ في إسرائيل، الأمر الذي سيضر بتوفير السلع للدولة. قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن الحرب الحالية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية تفطر القلوب وتهدد بإضافة المزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل، وأضافت: نراقب عن كثب كيف سيتطور الموقف وكيف يؤثر في الأوضاع، خاصة أسواق النفط. وقالت إن أسعار النفط شهدت تقلبات وإن الأسواق تشهد ردود فعل، لكن من السابق لأوانه التنبؤ بالأثر الاقتصادي الكامل للأمر. وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2% خلال عام 2023 مقارنة ب 5.6% العام الماضي، جراء عوامل عدة من بينها خفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية وصعوبات في دول عدة. لكن التقرير الذي نشر على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين في مراكش توقع أن تتحسن الأوضاع في المنطقة عام 2024 ليصل النمو إلى 3.4%. مع هذا الخبر نوصل لختام فقرتنا الاقتصادية لليوم. سمار، شكرا لك رنا.